ثقافة المواطن الشرائية، وقلت إن هي بتلعب دور كبير في تحديد مستوى الأسعار، باعتبار إن الأسعار بيحددها أو جزء كبير جدا من تحديدها هي العرض والطلب. لكن ماذا عن دور الأجهزة الرقابية في السيطرة على السوق؟ لأن طبيعي سوق أكيد في مخالفات من بعض التجار، أكيد في بعض الممارسات الاحتكارية وخلافه. هذه المؤسسات كيف تلعب دورها في السوق لضبط الأسعار اللي موجودة؟ اولا لجهاز حمايه المستهلك وجهاز منع الاحتكار دور هام جدا في ضبط السوق والرقابه على الاسعار، وهم بصراحه في الفتره الاخيره عاملين دور كبير في ده، وحتى حاطين للساده المشاهدين ارقام لو حد في عنده مشكله يتكلمنا، ولو في مثلا حد اشترى منتج وكان سعره مبالغ فيه بلغنا، وده خد حقه يعني حجم كبير من اهتمام الدوله. ايضا على الدوله ان تزيد من حجم منافستها للقطاع الخاص. اولا الحكومة المصرية تدعم القطاع الخاص، والحكومة المصرية بتقوي القطاع الخاص، ولكن في نفس الوقت الحكومة المصرية لابد أن تنافس القطاع الخاص. بمعنى إيه؟ يوجد بعض السلع الاستراتيجية زي أدوية غرف العمليات وأدوية العناية وأدوية السكر وأمراض اللي هي طويلة الأجل المستمرة، لابد أن تتوجه الدولة إلى إنتاجها، والدولة فعلا خدت خطوات إيجابية فيه وأنتجت مصانع باسمها وبشراكة مع قطاع خاص، وكان الهدف من إنتاجها أن الدولة تراقب سعر هذه المنتج وهذا الدواء لكل المواطنين، لان ده بيمس كل المواطن المصري، وتقديمه بسعر وهامش ربح مكسب بسيط، وده دور الحكومه. ايضا الحكومه لابد ان تنتج بعض السلع الغذائيه للمواطن، لان الحكومه حين تريد ان تكسب او يكون لها ربح فبيكون لها هامش ربح بسيط، فده بيجبر المنافس الخاص ان يقدم المنتج بجوده عاليه وايضا بسعر يستطيع المستهلك ان يقوم بالشراء به، وده دور الحكومه بصراحه. واكثر من كده هيعمل لتضييق الفجوه على رجال الاعمال، فبرضه الحكومه مرنه جدا في التعامل يعني مع رجال الاعمال ومع المستثمرين. التدخل ده بيكون له يعني ليميت معين وله حاجات استراتيجيه، يعني هي انا مثلا هي فكره الحفاظ على اتزان السوق، اتزان السوق انا بخش لما الاقي فيه شورتج في حاجه، صار في حاجه معينه بخش كحكومه ادعم المنتج ده ونزله السوق، فبعمل ضبط لسعره تاني، خاصه زي الرز، خاصه زي الدقيق، الحاجات اللي هي كل مواطن محتاجها يوميا. لكن في بعض الحاجات الرفاهيه ما ممكن نسيبها للسوق الخاص يكسب فيها، لان دي بالنسبه لي مش سلعه استراتيجيه. ايضا اسعار الدواء لابد ان انا كشركه كحكومه يكون ليا دخل فيها وليا رقابه عليها، وايضا الادوات الطبيه وادوات غرف العمليات، كل هذه حاجات استراتيجيه ما ينفعش الحكومه تسيبها للايه؟ للشركات، لان بعض الشركات وليس الكل بيميل الى انه يحقق ربح كبير في فتره قليله، وبالتالي بيحط الاسعار بناء على طلب السوق، وممكن يرفع الاسعار بدون رقابه. فلكن لا، دلوقتي الحكومه هي متعاونه معاك وكل حاجه، ولكن ايضا هي عندها مخزون يعني، وايديها في السوق تقدر تضخ لو حصل عجز، خاصه لو كان عجز مفتعل. يمكن 35% كانت معدلات التضخم، نزلت لحوالي 12% او اقل مؤخرا. توقعاتك لمعدلات التضخم في 2019؟ على فكرة يا جماعة، مش أنا مش توقعاتي، أنا أحمد خطاب، لا، توقعات كل المؤسسات الدولية وكل المسامير، البنك الدولي منها ستاندرد شارترد ومؤسسات تانية، إن حجم التضخم في مصر يقل عن 10 بنهاية 2019. واحنا بادئين بناء قويه جدا يا جماعه. احنا دلوقتي كل حكومتنا على فكره انفقت كتير قوي على البنيه التحتيه، انفقت كتير قوي على استثمارات عائدها جاي. مصر من سنه وكان الكهرباء بتقطع علينا، دلوقتي احنا عندنا فائض في الكهرباء، وعملنا ربط مع الاردن، وعملنا ووصلنا لهم خلاص، وبنعمل ربط مع السودان وربط مع السعوديه، وهنبدا نصدر. من سنه كنا بنستورد الغاز بدولار، وكان بيضغط على الدولار، وبالتالي بيضغط بيرفع نسبه التضخم. احنا من 2019 هنبدا نصدر الغاز، ومصر بقت كمان مركز استراتيجي للغاز المسال، لان مصر هي الدوله الوحيده في الشرق الاوسط اللي عندها بنيه تحتيه تؤهلها لكده، وعندها مصانع اساله. كل هذه العوامل الايجابيه، وعندنا تاني غير حقل ظهر في حقول تانيه تم الحكومه تانيه اللي هنكتشفها قريبا، هتخلي مصر يعني هي ايه تتحكم في العالم في سعر الغاز تقريبا وتصديره عبر قبرص واليونان، واوريدي عملنا اتفاقيات دوليه بكده. دي كلها مؤشرات ايجابيه تديني الحق ان انا اتوقع مصر هتكون احسن. مصر هتكون احسن. مصر دلوقتي انت عندك عاصمه اداريه جديده جذب الاستثمارات الدوليه مباشره، منها الصين، منها روسيا، منها اليابان، كل دول العالم جايه تضخ عندك استثمارات. الاستثمارات المباشره بتقلل التضخم.